سعيد عبد الغني تزوج مرة واحدة وابنه فنان شهير، وحادثة جعلته يرتدي ملابس بيضاء طوال حياته، وحقيقة تبرع بكل أمواله بعد وفاته. ولد سعيد عبد الغني عام 1938 بالدقهلية، تخرج من كلية الحقوق عام 1958، عمل كصحفي في البداية في قسم الحوادث ثم بالقسم الفني. تزوج سعيد عبد الغني مرة واحدة من شقيقة الفنانة زهرة العلا في بداية السبعينات، وأسمر زواجهم عن ثلاثة أبناء أكبرهم أحمد الذي صار فيما بعد الفنان الشاب أحمد سعيد عبد الغني، واستمر زواجهم لأكثر من 40 عاما. في عام 1967 وأثناء عمل الفنان سعيد عبد الغني في بداية حياته كصحفي، ذهب كمراسل إلى الجبهة أيام الحرب ليتفاجأ بمناظر صعبة من الإصابات والوفيات، وبعد رجوعه من الجبهة دخل في حالة اكتئاب شديدة، ليقرر بعدها ألا يرتدي أي ملابس سوداء وأن تكون معظم ملابسه من اللون الأبيض كمحاولة للتفاؤل والبداية الجديدة في حياته بعد الصدمة النفسية التي مر بها. مر الفنان سعيد عبد الغني بظروف صحية صعبة أواخر حياته، وتم حجزه بالمستشفى لفترة طويلة إلى أن توفي عام 2019 متأثرا بالتهاب رئوي حاد عن عمر 81 عام. لا صحة للشائعات التي ترددت بعد وفاته عن وصيته بالتبرع بكل أمواله وبمبلغ 17 مليون جنيه لمستشفى السرطان.